فقاومهم بعنف معتمدا على قوة بنيانه، فيما لم يستيقظ سكان المنزل على الضرابة. هاي كلها ما نشوا حتى قبض عليه وفوجئ به مقيدا بجوار بحوزة الشرطة في الحديقة. وأضاف أن المتهم دخل إلى الدولة بتأشيرة زيارة وقام بحد الفنادق الصغيرة في منطقة نايف ودأب على إخفاء المسروقات في حفرة قريبة من الشاطئ. ما الأول جديد حفرة عند الشاطئ، والله يو البلدية يا بلوتا باشر قال محفر هنا مال البلدية، راحت فلوسك كلها يا الحافي. وبتم حافي صدق، شوف شو قال. إيه هذا اندخل عليك البيت الحين، انت وين ما بتروم صدق ما بتروم تقاوم ما دام قاوم الشرطة انت شو بسي. الحمد لله رب العالمين ان يقول لك البيوت اللي دخلن كلها ما مؤمنة، يعني تلقى الدرايش تلقى البيبان تلقى، وهاي متعودين احنا يقول لك بلد امان وخلاص فالتو. اللهم لك الحمد والشكر، سرنا سرت جنوب افريقيا وكل البيبان اعوذ بالله كلها اسلاك كهربائية، وعلى كل باب حاطين لك لوحة عليها مسدس ان صاحب البيت يحمل مسدس. ان يوم تصير بلادنا الحمد لله رب العالمين، اذا لقيت لوحة بتلقى عليها مال انجليز هذه بيوير اوف دوغ، كن حذرا من الكلب. ايه عشان لا يجيب جرايد ما يعضل كلب بس ما عشان الحرامي. اللهم لك الحمد والبيبان تتم مشرعة ليل نهار الحمد لله. اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان ان شاء الله. اتخذت اجراءات حاسمة لخلق توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. البيئة تغلق 13 كسارة مخالفة وتنذر 13 العام الماضي. هتغلق ما بكامل ترى مال اسبوع او شهر عشان يسوون صيانة حق التريلات والمعدات. المحللون أكدوا أن الظروف المحيطة تجعل المناخ العام في السوق سلبياً. يقول لك 41 مليار درهم خسائر قيمة سوقية للأسهم المحلية في 3 أيام تداول. الطيران الإمارات يقول لك تشغل 50% من الساعة المقعدية لطائرات A380 عالمياً، حيث أفادت مؤسسة OAG الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران بأن طيران الإمارات تشغل 50% من الساعة المقعدية التي توفرها طائرات إيرباص 380 العملاقة عالميا، فضلا عن 32% من الساعة توفرها طائرات بوينغ 777-300. وأشارت إلى أن الناقلة الإماراتية استحوذت على الحصة الأكبر من الساعة المقعدية المتوافرة على الطائرات الجديدة من طبعا هذين الطرازين خلال العام 2014، مؤكدة أنها عززت مكاسبها في السوق الدولية للنقل الجوي مع استلامها لمزيد من الطائرات الجديدة. اللهم زدهم بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. في بعض الإخوان أمس من خلال وسائل الاتصال يعني ما تكلمون عن طيران الاتحاد. طيب طيران الاتحاد هذا جزء أيضا مثل ما هي طيران الإمارات الحمد لله رب العالمين، وأصبحت طيران الإمارات يعني من الشركة الحمد لله رب العالمين نفتخر فيها. اللهم لك الحمد والشكر، وتعلق بعلم دولة تحلق عفوا بعلم دولة الإمارات، وأصبحنا الحمد لله رب العالمين نفرح كل ما سير أيضا أي مطار في العالم الآن. أنت لو ما كنت راكب طيران الإمارات يا تشوف طيارة من طيران الإمارات تحمل علم دولة الإمارات أو تشوف طيارة الاتحاد الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعتبر مفخرة بالنسبة لنا كإماراتيين على حجم يعني بلدنا ومستوى بلدنا وعلى حجم بلدنا. أنا أتكلم من ناحية مثل ما تقول مساحة بلدنا على فكرة صغيرة، وعددنا أيضا نحن صغير، وعلى ولين شد الحمد لله رب العالمين أيضا عندنا هذا العدد الكبير من شركات الطيران الحمد لله. خل الطيران وبالإضافة إلى التجاري الآن عندك الخلل عندك الفلاي دبي أيضا وعندك العربية الحمد لله رب العالمين، بالإضافة عندك هاي الناقلتين اللي هي طيران الإمارات وطيران الاتحاد. فالحمد لله رب العالمين نحن لازم نفتخر دول عندها شركة طيران دول كبيرة وعدد سكانها أكبر فوق عددنا الحين الحمد لله رب العالمين ملايين كثيرة الحمد لله. عندها شركة واحدة وتعثرت اللهم لك الحمد والشكر من خلال الأزمات اللي مرت فيها. فنحن الحمد لله رب العالمين هذا دليل على متانة اقتصادنا الحمد لله رب العالمين، على متانة على دليل على أن الحمد لله رب العالمين الناس
مثل ما تقول إذا استثمرنا في أي وجه الحمد لله رب العالمين نستثمر صح، اللهم لك الحمد، فيجب أن نفرح أن طيران الاتحاد أيضا بجانب طيران الإمارات هي تحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا هذه رافد للاقتصاد الوطني. الله في الآن يطل ولا طيران الاتحاد وقفت، هذه يا طويل العمر ظروف الطيران تحصل في كل مكان، وبعدين الحمد لله رب العالمين ممكن صارت بعض الأمور اللي تعرف انها يمكن اول مره تصير لطيران الاتحاد بهالكثافه، انه مثلا 2000 مسافر يسكنون في فنادق وتتغير وتتاخر الرحلات، مثلا بعض الطائرات القادمه الى مطار ابو ظبي تتحول الى مطارات اخرى. هذا يحصل في كل العالم، في كل شركات طيران، ممكن اي شركه من شركات الطيران تتعرض لهذا الشيء، ولكن الحمد لله يجب علينا الحين ايضا كاماراتيين ما نطنز بشركة بالطيران الاتحاد، بالعكس والله طيران الاتحاد لازم نحن نفتخر ان عندنا شركات بهذا الحجم الحمد لله رب العالمين. الان انظر الاستثمارات اللي مقبل عليها طيران الاتحاد، طيران الامارات يوم الازمة يعني اشترت 380 كله من المسرح، كله اشترته، الانتاج كله اشترته. الان اذا تبغي تشتري انت 380 صرت طيران الامارات تشتري بالسعر اللي يبغونه طيران الامارات. هني شوف الفكر اللي موز. طيران الاتحاد ايضا عنده استثمارات كثير الحمد لله رب العالمين في هذا المجال، وكل الاستثمارات هاي في النهاية تعود بالخير على دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا عاد بالخير على دولة الإمارات بيعود علينا نحن كمواطنين وكمقيمين في هذه الدولة، فاللهم لك الحمد والشكر. فيجب علينا نحن شوي نترفع عن هذه الأمور. يعني الآن رئيس الدولة الشيخ محمد زعم الله خير كل شيوخنا يقول لك ما في فرق، الفرق في المسميات، ولكن نحن بالنهاية الحمد لله رب العالمين بالنهاية كنا دولة واحدة الحمد لله رب العالمين. إذا قلت أنا تصير أمكان تقول ما تقول أنا من عمان ولا أنا من راس خيمة ولا من قيوين، تقول أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، جوازك مكتوب عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنت تعتبر مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة. فالإمارات كل سواء أبو ظبي أو دبي جزء لا يتجزأ من الله باسمه من دولة الإمارات العربية، كل جزء كامل لا يتجزأ. فشوي يجب أن نترفع عن هذه الأمور. هارون موجود اليوم ولا ما موجود؟ موجود هارون. شوف هارون شو راسم اليوم. يا قوي هاي هارون اليوم راسم قبل النملة تير شيء شو ما مرسوم الوادي، طلعت النملة آخر شيء تير فيل. والله خالي آخر الزمن كل شيء يستوي، لا تستغرب يعني إن النملة تشوفها تير فيل عادي يعني. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. عندك موجز عقب الله بسم هني أدرى بعد شوي، ما بقولكم منو الضيف العزيز اللي موجود عندي بعد الموجز إن شاء الله، جايب لي كارت زواج، بعدين بقولكم منو اللي بيتزوج. أبو المعرس جاينا ما شاء الله عليه روحه يدعونا، ولكن قلنا فرصة هذه ما دام بالمعرس موجود، بالمعرس ما شاء الله عليه، بعد نحن عندنا لأسئلة كثيرة ونبغي نتعرف على بعض الأشياء اللي تخص الهيئة اللي هو مسؤول عنها جزاه الله خير. نتواصل معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام بعد هذا الموجز، ابقوا معنا. راديو الرابعة الإذاعة الوحيدة في الوطن العربي التي تأخذك في رحلة حول العالم. هنا الرابعة، أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة. أهلا بكم إلى موجز الأنباء بتوجيهات سامية لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله حملة تراحم تنطلق اليوم بمشاركة واسعة من كافة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وذلك لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية هدى التي تضرب بلاد الشام. الحكومة الأردنية تعطل الدوام في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات بسبب العاصفة الثلجية. في اليمن نحو 50 قتيلا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة استهدف تجمعا للطلاب أمام كلية الشرطة في العاصمة صنعاء. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن استمرار التنسيق مع تركيا لتدريب المعارضة السورية المعتدلة للقتال ضد تنظيم داعش. الجيش الأمريكي يعلن بدء تحقيقات في احتمال سقوط ضحايا مدنيين بغارات التحالف في سوريا والعراق. إندونيسيا تعلن العثور على صندوق الأسود للطائرة الماليزية في بحر جاوة.
في الاقتصاد، معالي السيد بن محمد المزروعي وزير الطاقة يقول إن وفرة المعروض في أسواق النفط قد تستمر لأشهر وربما سنوات، لكن الأسعار ستتعافى إذا تصرف المنتجون خارج أوبك بطريقة رشيدة. قمة طاقة المستقبل التي تعقد في أبوظبي منتصف الشهر الجاري تبحث تأثيرات الغاز الصخري على نشر حلول الطاقة المتجددة. في الرياضة، منافسات ميرجان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن تستأنف اليوم في الدلة في عجمان على فترتين صباحية ومسائية. المنتخب الوطني يدخل التحدي الآسيوي بالمران الأول في كامبيرا اليوم قبيل مواجهة قطر الأحد. أتلتيكو مدريد يستضيف ريال مدريد الليلة بالدور 16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم. شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة دو وأنية العالمية العاملة في مجال تقنيات اختبار الأجهزة اللاسلكية تفتتحان مختبر الأجهزة المتحركة في دبي، والذي زود بأحدث معدات وتقنيات أنية لاختبار الأجهزة والشبكات. أخيرا، أبحاث طبية بريطانية جديدة تظهر أن النساء أكثر عرضة لمشاعر الحزن والاكتئاب في الشتاء مقارنة بالرجال. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة. صور السيلفي ما عم تجيب لايكات ابدا، يمكن لازم غير الكاميرا. المشكله مش بالكاميرا، شوف جبهتك، الصلع بلش فيها. والحل؟ سيلفي هو الحل الوحيد لمشاكل السيلفي. استخدم زيت الشعر اندوري، خبي عبوه سيلفي الجديده كل ما تمشط شعرك. ركز على منطقه تساقط الشعر وامسح الزيت حتى يوصل لفروه الراس، حتى تضمن تغذيه الشعر بشكل اكثر فعاليه. عبوة سيلفي الجديده من زيت الشعر اندوليخا برينجا متوفره في جميع دول الخليج العربي. أنا كصاحب عمل صار توسيع الأعمال بالنسبة إلي حلم، لازم وظف ناس أكتر، اشتري معدات جديدة، ياريت عندي فلوس أكتر لكبر أعمالي. اعتمد على الإسلامي لتمويل الأعمال التجارية من بنك دبي الإسلامي واحصل على مبلغ يصل إلى 2.5 مليون درهم بكل سرعة وسهولة. استمتع أيضا بخيارات مرنة للسداد تصل إلى 4 سنوات. اتصل ب 0460922525 أو تفضل بزيارة dib.ae. تطبق الشروط والأحكام. يا معرض الحاسوب، أصل حاسوب أبي أرجوك. أنت لست بحاجة إلى معرض الحاسوب. خلال مهرجان دبي للتسوق استمتع بخصومات تصل ل 30% على جميع الإلكترونيات في جميع متاجر كارفور هايبر ماركت في الإمارات. لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد، دايما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون إنه فصل كندورته إلا من أقمشة تويوبو اليابانية الأصلية، لازم نعرف السر. أقمشة تويوبو لم تعد سرا، تويوبو أقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الإمارات وجميع دول الخليج. تويوبو Ideas and Chemistry. المشاركة كانت مذهلة، كانت مذهلة. الحماس كان خياليا، والآن نحن مستعدون للمرحلة النهائية من مسابقة رحلة راديو الرابعة حول العالم مع شومارت. 30 متسابقا قد حجزوا أماكنهم في التصفيات النهائية، وسيكونون مع فريق راديو الرابعة مباشرة من الواحة سنتر يوم الجمعة 9 يناير ابتداء من الساعة 7 مساء، حيث سيفوز واحد منهم برحلة العمر حول العالم. جوهانسبرغ، ساو باولو، نيويورك، لندن، هونغ كونغ، وسيدني. وأنت هل ستكون هناك معنا؟ انضموا إلينا في تصفيات نهائية لرحلة راديو الرابعة حول العالم هذه الجمعة 9 يناير الساعة 7 مساء في الواحة سنتر مع شومارت. العالم على نبض إيقاع قدميك بالتعاون مع UCF. للتفاصيل زوروا موقعنا أو صفحة راديو الرابعة على الفيسبوك. فقط على الأولى راديو الرابعة. شو جاهز؟ خايف شوي. أنا كمان. الله يستر. حسيت مثل ما أنا حسيت؟ الروعة، شعور ما بينوصف، هالشي كتير جديد. تعي خلينا نشوف أصحابنا وين. ياس ووتر وورد أبوظبي، حيث تروى المغامرات. احصل على بطاقتك السنوية الآن. لمعرفة المزيد ياس ووتر وورد.com.
بو ناصر أشوفك متضايق ومهموم، شو فيك؟ شاغل بالي إجراءات تسجيل ونقل ملكية الفيلا الجديدة. ليش ما تتصل على رويال أمين التسجيل العقاري؟ معتمدون من دائرة الأراضي والأملاك وبيخلصوا لك كل المعاملات من تسجيل ونقل الملكية ورهن العقار للبنك وكل ما يخص تسجيل العقارات بدبي وانت مرتاح. صدق والله؟ عندك رقمهم؟ هي مكانهم في مركز وافي وتليفونهم 0435777773 أو 0509222255. انطلقي إلى عالم من التصاميم والألوان في ريغال واكتشفي تشكيلة ساحرة من الشيفون الفرنسي، الحرير الإيطالي، القطن السويسري والمطرزات الرائعة وغيرها الكثير. زورونا الآن وتمتعوا بحسومات حتى 60% في فروعنا في دبي الشارقة. فروعنا في دبي تستقبلكم من 9:30 صباحا حتى 10:00 ليلا. ريغال، أقمشة مميزة، وجهة واحدة. للمعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800. في الحياة هنالك أشياء رائعة لا تصدق، الآن أصبحت حقيقة. كجزء من احتفالية الذكرى السنوية 20 لمهرجان دبي للتسوق، يمكنك أن تكوني من الرابحين 100 كيلوغرام من الذهب كجوائز. لشرائك ذهب أو الماس بقيمة 500 درهم، مجوهرات، ساعات، سلسلة دبي الاحتفالية، يمكنك الحصول على كوبونات من منافذ البيع تؤهلك لتكون من الرابحين 100 كيلوغرام من الذهب و40 قراطا من الألماس. هذه لحظات السعادة خلال مهرجان دبي للتسوق، مبادرة مجموعة الذهب والمجوهرات. لم يعد نمو الشعر سرا بعد الآن، فمع خليط الأعشاب النادرة من الهند وغابات الأمازون يأتيكم زيت الشعر فورست هيربز الذي يمنع تساقط الشعر ويقويه ليمنح شعرك لمعان طبيعي لا مثيل له بمكونات طبيعية 100%. فورست هيربز، جمالك من الطبيعة. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضليخة برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويا هلا وسهلا فيكم. طبعا جايتني بطاقة دعوة، يقول يتشرف خالد بن محمد الكمدة بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال مقام بمناسبة زفاف نجلة عبد الله على كريمة سيد عبد الله بن يوسف البدور، وذلك لتمام الساعة 4 مساء يوم السبت الموافق 10/1/2015 مركز دبي التجاري قاعة مكتوم، ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسارات. وملكرت مرة جايب بيني وبينكم يعني زين، لا في جنة الأطفال منزلهم، ولا في عدم استحاب التليفونات اللي فيها الكاميرات، الأمور كلها ما في، مع أنه ما في تليفون الحين ما في كاميرا، ومستحيل تقول حق الحرمة خلي تليفونك برا وتخلي العرس، ما بتي العرس وبتروحي وتليفونه. فخلى على العموم يعني نحن نبارك تقدم بأسماء آيات تاني والتبريكات باسمي وباسم جميع الأخوة العاملين براديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة إلى ابننا الغالي عبد الله بن خالد بن محمد الكمدة، والكابتن كابتن طيار ما شاء الله في طيران الإمارات، الله يوفقه إن شاء الله يا رب العالمين ويعلي مراتبه. ونقول ألف ألف مبروك لأبوه أيضا المهندس خالد، وأيضا بارك لي طبعا الاستاذ عبد الله بن يوسف البدور، والف الف مبروك، وان شاء الله يا رب العالمين الله يرزقهم الذريه الصالحه يا رب العالمين، ويعيشون في سبات ونبات ويخلفون صبيان وبنات. طبعا نحن هذه فرصه ثمينه اليوم من سعاده المهندس خالد بن محمد الكمدي مدير عام هيئه تنميه المجتمع يزورنا. انا اول شيء شاكر لك جزيل الشكر اللي هو جاينا جايب بطاقه الدعوه، الآن حين لينا هني هذه أنا أدورها في السماء وحصلتها في الأرض. أول شيء سعادة المهندس أنا عاجز عن الشكر أنك وصولك إلى هذا المكان، أنك أنت تجيب لنا بطاقة دعوة، هذا أول شيء ولدنا، ما نحن ما نبغى بطاقة دعوة، مجرد ما نسمع أرواحنا بني يعني بدون ما نبغى بطاقة دعوة، وجيتك هذه عزيزة علينا، وقلنا فرصة أن مثل ما تقول ندردش ياك عن بعض الأمور اللي تخص هيئة تنمية المجتمع.
وصولك ابو راشد واجب. الله يعزك. ما عليك زود، ما عليك زود. باستضافتك مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أول شيء خالد كابتن طيار في تربل سفن ولا ثري؟ تربل سفن. نعم تربل سفن. نعم إيه ماشي. كم سنة صار للطيار ما شاء الله؟ صار له 6 سنوات طويلة. 6 سنوات. 6 سنوات في طيران الإمارات. نعم الحين في رحلة طويلة 5 أيام رايح أستراليا. بيرجع يوم الجمعة الليل عند العرس يوم السبت. قلنا له بس لا تأخذ انفلونزا ولا تاخذ برد، اهم شيء انك تكون بخير عن العرس. اي نعم. اي لا الحمد لله الله يوفقك ان شاء الله. بارك الله في وطننا الغالي، وهذه ايضا نعم. خدمه وطنيه نعم. يديها جزاه الله خير. ونحمد ما ذكرت نعتز بكل هذه الشركات الموجوده في دوله نعم. الامارات، ونعتز ايضا بالشباب الاماراتيين، وهذا فخر ان الحمد لله الان انت يوم تركب طياره ويقولوا لك الكابتن فلان من فلان نعم. من نعم. من نعم. من البلاد يعني. الحمد لله رب العالمين منك وفيك خير. اي نعم نعم. ومره من المرات صادف يا طويل العمر والله ما ادري وين سايري نسيت، فقالوا وذكروا ان الكابتن مواطن ومساعد الكابتن امريكي. قلت انقلبت الايه اللهم لك الحمد والشكر. كنا زمان العكس الحمد لله. نعم اللهم لك الحمد والشكر. عندنا شباب اكفاء اللهم لك الحمد وتلقوا قدر كبير من التعليم الحمد لله رب العالمين، واثبتوا جدارتهم من خلال وظائفهم المختلفه في كل مكان. الحمد لله هاي نعمه من الله سبحانه وتعالى. ايضا هذه مثل ما تقول رؤية قيادتنا الحكيمة، رؤية المؤسسين، رؤية المؤسسين اللي أسسوا هذا البلد أنهم يصلون بالمواطن الحمد لله رب العالمين إلى هذه المستويات وأكثر إن شاء الله يا رب العالمين. لأن أبو راشد اهتمام القيادة في بناء المواطن نعم. لأن الوطن لا يبنى إلا عن طريق الإنسان نعم صحيح. وإذا بنيت مواطن متعلم متثقف، والحمد لله يعني الدولة أعطتنا كل شيء. يوم كان أيامنا ما كانت الجامعات بتعثونا في الخارج، فتتصور انت يعني هذا جزء من الرد الجميل للدولة. اي نعم صحيح. واصبحت دولة الامارات مثل ما تفضلت بصغر حجمها وشعبها في مصاف الدول الاولى. نعم كل المراتب نسعى الى المركز الاول. نعم المركز الاول اصبح شيء طبيعي بالنسبة لدولة الامارات. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. نتحدث عن هيئة تنمية المجتمع. ما هي طبعا هيئة تنمية المجتمع تعريف بسيط، اللي كانت الامور هذه اللي تعنى بشؤون المواطنين كانت في قسم خاص في ديوان الحاكم نعم. الله يطول بعمرك. وهذا ما تعودنا عليه الحين يعني حتى قبل الاتحاد، لأن إذا عندك شغلة صح. تروح عند الحاكم تقضيها في الديوان بعد كانت في الميلس وبعد نعم. ذلك تطورت الأمور وأصبحت نعم. في الديوان نعم. وطبعا هذا السلك شيوخنا الحين ما يحيدون عنه، وهذا نعم. سلككم وانشأوا عليه آبائهم وأجدادهم نعم. وعيالهم الحمد لله أيضا نعم. ماشي لها سلك نعم. إذا عندك شيء الآن كبر حجم هذه المسؤولية. وارتأى الشيخ محمد جزاه الله خير ارتأى بأن تكون هناك هيئة مستقلة تقوم بمثل ما تقول مساعدة أو تقوم بشؤون المواطنين، وتكون هيئة مستقلة وهي هيئة تنمية المجتمع بدبي. نعم. الأستاذ خالد الكمدي طبعا المهندس خالد الكمدي هو طبعا مدير عام هذه الهيئة. الأشياء اللي تقدمها الهيئة أبو راشد، أنشأت هيئة تنمية المجتمع بمرسوم في 2008 نعم. وابتدت العمل الحقيقي على الأرض في نهاية 2009 مع بداية تكملة الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين. اهتمت منذ الإنشاء يعني بحقيقة بفكر هي أن أي الخدمات التي تقدم للمواطن لإكرام المواطن نعم. لضمان العيش الكريم لهذا المواطن. فالعيش الكريم هذا هو حقيقة الهدف اللي نسعى إليه. وطبعا ارتقينا من يعني كدولة ارتقينا من سد الحاجة إلى إسعاد. نعم صحيح. نعم الحين الجميع يتكلم والحمد لله يعني حكامنا تبنوا هذه الفكرة، وحين كل المواطنين يعني بنفس النمط يتكلمون عن سعادة المجتمع، إسعاد المواطن، إسعاد المقيم. فأصبحت السعادة هي الهدف حقيقة، ونحن وظيفتنا إسعاد المجتمع. نعم. لا نتكلم فقط عن المواطن، ولكن المواطن من أولوياتنا. نعم. ولكن نحن عندنا مجتمع فيه من جميع الجنسيات. نعم. أكثر من 200 جنسي في هذه الدولة، والحمد لله يعني الجميع أصبحت هذه الدولة بلد ليست ثانية ولكن حقيقة الأولى. نعم متى ما طلع منها إجازة يقول ما أقدر يعني تنتهي إجازتي إلى أرجع إلى الوطن. الحمد لله. فالحمد لله يعني في أي دولة من هذه الدول
صعبة أنك تجد مثل دولة الإمارات قيادة الموجودة. قيادة وشعبا والتناغم. نعم. وهذا الكلام يعني أنا تشرفت اليوم بزيارة سيدي صاحب السمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي. نعم. يعني في الديوان وكنت شيخ حميد نعم نعم عذرا حميد بن راشد النعيمي والحقيقة يعني حكامنا يخجلونك من يعني طيب الاستقبال وتواضع الحاكم وجلوسه مع الشعب. وهذا حقيقة أنت تكلمت عن الدواوين، الدواوين لا زالت تعمل. نعم. ولا زال المواطن يعني اللي هو له حاجة يقضي حاجته، وسبحان الله لا يطلع من الديوان إلا حاجته ما يعني وصلت لنا. فهذه نعمة لازم يعني نحن نكون لها شاكرين. نعم صحيح. للرب. نعم صحيح. فالحمد لله نحن في دولة اهتمت بالمواطن. فهيئة تنمية المجتمع حقيقة جميع شرائح المجتمع الجميع من الطفولة إلى كبار السن، هذه جميع الشرائح تخدم عن طريق هيئة تنمية المجتمع. نعم. نتكلم عن الأطفال، نحن نتكلم عن أطفال ذوي الإعاقة. نعم. منذ الصغر حقيقة وأصبحنا عندنا مركز لمركز نمو الطفل، حقيقة أفضل المراكز القائمة على تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة. نحن دائما نهدف أبو راشد إلى هذا الطفل، لازم يأخذ حقه في 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 جميع الخدمات بسواسية. وما بعد ما ينتهي من التأهيل يدرج في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، كون شخص مثل الأشخاص الثانية يحتاج إلى عناية، ولكن لا نحرمه من التعليم العادي أو التعليم الاعتيادي. فهذا جزء حقيقة. طبعا عندنا نحن 7000 أسرة اللي هي تستفيد، ما شاء الله 7000 أسرة هي تستفيد من الإعانات لوزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. فهذه الأسر مقطعة من هيئة تنمية المجتمع، بحيث أن عملنا دراسة منذ بداية الهيئة، وطلعنا حقيقة بقانون المنافع الاجتماعية التي أصدرها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. نعم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحيث أن نغطي فوق الشؤون الاجتماعية. نعم. فأصبح الفرد إذا كان أسرة من فرد واحد يصبح للدخل الشهري له 10700 درهم، فأصبح الشخص يعيش ونضمن له الحياة الكريمة، وليس ولا يحتاج إلى إعانات أو يعني يروح. إذا كان يأخذ من الشؤون 5 إن إحنا نضيف له إلى يوصل 10700 درهم. 10700 ما شاء الله الشخص الواحد. الشخص الواحد. وبعدين الأسرة تتغير على حسب معطيات حجم الأسرة. نعم. حجم الأسرة، الأفراد العاملين في الأسرة. نعم. ولكن يعني نضمن للأسرة بأنها تكون أسرة فيها سعادة، فيها استقرار، تعيش حياة كريمة كريمة. نعم. لا تحتاج إلى أي إعانات أو مساعدات من جهات خارجية. نعم. الشباب. نعم. طبعا هذا الهدف الرئيسي بالنسبة لنا يعني، و ساعات ما أدراك من الظواهر اللي هي يعاني منها الشباب. نعم. حقيقة في المقالات اللي أكتبها في إمارات اليوم ما شاء الله عليك نشط في هذا المجال. الحمد لله، يعني نحب أن يكون عندنا توجه. نعم. بالنسبة للفت النظر يعني. نعم. فهناك حقيقة في ظواهر أصبحت من الشوائب اللي نشوفها في المجتمع. نعم. وهي حقيقة قريبة على مجتمعنا. نعم. ظاهرة مستوردة من الخارج. نعم. وللأسف البعض يتبنى هذه الظواهر، منها طبعا البويات أو بالعربي المسترجلات. نعم. وهذه حقيقة ظاهرة لازم أول خط دفاع لها الأسرة. وللأسف نبي عبء عليكم أنتم في هيئة تنمية المجتمع تبني مثل هذه الأمور كلها أبدا، ما يعني تشكل عبء عليكم حتى بما يتعلق الإصلاح الأسري الآن أنتم أيضا. نعم. في العمق مثل. نعم. ما يقولون مع الإصلاح. نعم. الأسري
في جهات اللي هي المحاكم ما شاء الله. نعم. وما مقصري في هذا الشيء. نعم. ولكن أيضا أنتم أخذتوا جزء، هذا ما بعب عليكم كل الأشياء هذه براشد، هي ولا هذا من صميم من صميم عملنا ومن صميم التكامل يعني. نعم. نحن. نعم. نسعى دائما إلى مع المؤسسات والهيئات الحكومية أن عملنا متكامل. نعم. يعني لا إحنا لا نتسابق للفوز، ولكن نتسابق في خدمة هذا المجتمع والمواطن. نعم. نعم. فهذه الظواهر حقيقة لازم عرضها. كيف تجابهونه مثل هذه الظاهرة الآن، ظاهرة الكاتب عن الفترة الأخيرة أنت، ظاهرة البويات أو المسترجلات هذه؟ والله شوف، هي لأن الحين في للأسف للجهاز ما بقطع كلامك، للأسف في هناك بعض الوسائل الإعلام يعني للأسف يعني تبرر هذا الشيء أو تحاول تفهمنا أن هذا الشيء أصبح عادي. نعم. من خلال مثل ما تقول الآن الحريات الشخصية، هي من خلال المسلسلات. نعم. نشوف الآن تشوفهم. نعم. المسلسلات. نعم. أن. نعم. الأسرة راضين أن. نعم. هذه البنت موجودة عندهم. نعم. مسترجلة وراضين. نعم. وكل شيء. نعم. وتمارس حياتها طبيعي في المجتمع. نعم. ومثل ما تقول أو يحاولون يبررون هذا الشيء. نعم. كيف تجابهون هاي الأمور كلها؟ والله يا أخي يعني عقب ما كتبت المقال، واحدة من الخوات اتصلت بي في المكتب وقالت لي أنا قريت مقالك. قلت لها طيب شو رأيك يعني؟ قالت يا أخي أنت تتكلم عن الحريات الشخصية. لا ما بحرية الشخصية. قلت لها للأسف يا أختي يعني الحرية الشخصية شيء تقف شيء عند ما تتعدى هذه الحرية الشخصية على العادات تقاليد على الدين. صحيح. فهذه ليست بحرية شخصية نحب أن نتكلم عنها، هذا تعدي على كل المفاهيم. نعم. وعلى العرف. نعم. الدولة قائمة فيها، نحن دولة ذات دين، ذات تقاليد. نعم. ذات تراث نعتز فيه. نعم. فلا يجوز أن نشجع هذه، ولكن للأسف يعني هذه أم تتكلم عن حرية شخصية وقالت طبعا البنت لها الخيار. للأسف يعني إذا كان هذا رأيك فأنا نختلف. هذه مشكلة. نعم نحن نختلف في 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 هذا الرأي، ولكن حقيقة ظاهرة. نعم. ظاهرة الشباب اللي هم يتمثلون بالبنات فهي. نعم. ظاهرة. صحيح. وحقيقة أصبحت علنية، ولكن للأسف يعني موجودة في كل المولات يعني. نعم. وهذه للأسف يعني حقيقة الخط الأول للدفاع هو الأسرة. نعم. يعني لا أرى كيف الأب والأم يسمحون لولد أن يطلع بمكياج كامل أنثوي. نعم. يعني فهذه حقيقة أمور صعبة جدا، ولكن نحن ناخذها بكأنها تتبنونها. نعم. ظاهرة لها حل. نعم. وضروري أن نضع لها الحلول. نعم. كبار السن طبعا هدف سامي، هذيلا ذخرنا، هذيلا البركة، هذيلا. نعم. من قامت الدولة عليهم. جميل أن تهتم بالطفل وأن تهتم بكبير السن من البداية والنهاية. نعم. ما تهم الكبير السن. فالحمد لله يعني عملنا على عدة برامج لكبار السن. نحن لا نؤمن ببناء مراكز إيواء، لأن لا نريد أن الكبير السن يضع في غرفة في مركز. نعم. ونقول والله انتهت صلاحيتك وانت. نعم. المجتمع بعيد عنك. نعم. لا، المفروض هذا الكبير السن يكون في الحي، في الفريج، في البيت يصير يصلي ويرد مثل قبل. أبداً أبداً. تصبح عليهم وتمسي. نعم. عليهم. هذا هو. نعم. هذا هو عاداتنا وهذا. نعم. السنع الإماراتي. نعم. فقلنا لا، بدل ما نشيلهم لازم نهتم فيهم في بيوتهم. نعم. فشكلنا فريق عمل اسمه وليف. نعم. الوليف يمر على الكبار السن يومياً، يطالع احتياجاتهم، شو تحتاج، يطالع مواعيدهم، إذا عندهم مواعيد مثلاً ويحتاجون إلى يسيرون للدكتور يأخذونهم بسيارات خاصة يودونهم للدكتور، يودونهم إلى إذا يبون يشرون يودونهم ساعات المولات، يودونهم البحر، يودونهم الميالس. فشوية بس مقيم في بيته زي. خلك في بيتك، نحن بنرعاك زي. الخدم حتى القائمين برعايته نحن نعمل لهم دورات تدريبية. هي نعمل لهم دورات تدريبية ونبتدي حتى يعني نلاحظ أي مؤشرات لانتهاك لسوء إساءة. نعم. في كبير السن إذا ممكن في أهل بعض الأحيان ما ينتبهون. نعم. إذا في كدمات نعرف أن شيء لا شيء، فنحاول أن نتحاشى أي مشاكل وقوع مثل هذه المشاكل. نعم. نعم. طويل العمر بالنسبة لبعض المساعدات الآن كمثلا بدل الإيجار السنوي، جزاكم الله خير. نعم. هذا معروف يعني. نعم. بدل الإيجار السنوي يدفع للمستحقين. نعم. لازم ياخذ العامل الاجتماعي ولا ما بشرط من الشروط هذه؟ لا مو شرط.
مو شرط. إذا 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 كان شخص تنطبق عليه الشروط لمساعدة السكن ياخذ المساعدة. في عندنا شباب توهم في بادي العمر عندهم أسر صغيرة نساعدهم في سكن نسميه نحن السكن المؤقت وليس السكن الدائم. لأن هناك في مشاريع للإسكان تتولى هذه المهام. مضبوط. ونحن محمد براج في دبي. الحمد لله رب العالمين. له باع طويل وما مقصر. اللهم واتفقنا ان احنا مع مؤسسه محمد بن راشد للاسكان حقيقه في خلق الفرص لهذه الاشخاص بالحصول على هذه المنازل, ونحن نتكفل في الدفعات الاولى. بدل ما ادفعها لشقه وتروح يعني تدفعها هناك يستفيد منها الشخص. يستفيد منها الشخص. تستفيد منها الحكومه الحكومه, وهذا الشخص اعطيته بيت دائم. الله يجزيك ما يتعلق بال أمس لاحظ البارحة سمعته. سمعت. ما شاء الله عليك. زين. سمعت. يا الرجال يتحدث إني قبل تعطون مثلاً يوم يجيكم أنا مثلاً تعطوني فرش كامل. الآن يقول جزءة العملية قالوا لي يا الفرش يا التكييف. ما عاد التكييف بحصان مكيف الأول اللي يكلف كم درهم. لا الحمد لله رب العالمين. التكييف يكلف مبالغ طائلة. والأثاث أيضا حتى الأثاث الآن صح. يكلف مبالغ طائلة. صح. فليش طويل العمر صار التجزئة في هذا؟ براشد يعني نحن ما نبغى بعد من الشباب يكونون اتكاليين في كل الأمور الحياتية. يعني عطني بيت, افرش لي إياه, كيفه, ركب لي الكيبل, زين, وهات لي عروس. والزين ما موجود يعطونك صندوق الزواج. صندوق الزواج هذه ترى أنا أتكلم عن الحكومة, يعني حكومة دولة الإمارات. نعم. فالحقيقة يعني حكومتنا ما قصرت في المواطن أبدا. اللهم كل شيء متوفر. الحمد لله. فنبقى بعد من الشباب يقولون يعتمدون على نفسهم, وخاصة حقيقة يعني أنت تتكلم عن استقطاع مبالغ ترى بسيطة للسكن, واستقطاع مبالغ بسيطة. فالشخص إذا قادر يدير الحياة المالية, إذا قادر يدير ماله بشيء جيد يقدر. الإدارة المالية مهمة جدا في الأمور. طيب نسأل الشخص هذا نقول شو السيارة اللي أنت تسوقها, وهذه إذا قال لك السيارة بتستنتج أن هذا الشخص يعني ساعات يكونون عندهم سيائير الفارهة. نعم. ولكن يستخسر أنه جيب سيارة تلقاها بستمية ألف ودافع أقساط شهرية توصل لعشرة ألف. نعم. نعم. يوم تي على موضوع معين مثل الفراش يقول لك أنا أعجز أو التكييف أنا أعجز. نعم. أعجز. مشكلتنا. وهذه مشكلة. إيه؟ فحقيقة أن بعد نحن لا نسعى إلى خلق مجتمع اتكالي. لا لا نقبل. هذا موضوع خطر جدا على جدا. نعم. إذا صار عندك مجتمع كل اتكالي. نعم. هذا خطر. هذا العكس مثل ما تقول لها نتائج سلبية كبيرة جدا جدا جدا. نعم. جدا. أصبحت الدول الغربية براشد تعاني من أصبحت مجتمعات وقرى كاملة. نعم. تعتمد فقط على الإعانات الاجتماعية الأسبوعية, وعلى يسمونها الكوبونات الغذاء. يعطونهم كوبون يشتري الأكل من السوبر ماركت ويحصل لآخر الأسبوع على. قال لك أنا ما يحتاج إلى أني أعمل وأشتغل وأتعب وأدفع ضرائب, لا أحصل مال الضرائب من البقية. نعم. لأن نعيش. وخلقت أجيال وأجيال, فهذا طبعا ليس من عاداتنا نحن حقيقة. ومع هيئة تنمية للتوظيف الموارد البشرية نسعى إلى أن نشوف الشباب اللي هم اللي في سن العمل القادرين على العمل. نعم. نحثهم على العمل, نقول له تعال أنا بساعدك لفترة, ولكنك أنا بساعدك للحصول على الوظيفة. ونجيب والله شركات حقيقة يعني شركات كبيرة للمواطنين في تعاون والله يا براشد من المؤسسات والشركات. نحن لا نؤمن بمعارض التوظيف أنا شخصيا ولا الحين, لأن كلها طويل العمر أصبحت شكليات. بالضبط. نحن طلعنا من المعارض للتوظيف إلى مقابلات للتوظيف. نعم. أخذنا الشركات حقيقية اللي هي عندها رغبة وعندها شواقر. نعم. للمواطن. فجمعنا 10 شركات وجبنا كل الشباب اللي هم راغبين في العمل, وسوينا لهم كل واحد اختبار في كل في 10. قلنا له ما بتطلع مني إلا عندك وظيفة من وحدة من 10 هذه الشركات العشر, بس بشرط أنك لا ترفض. بالضبط. يعني ما تقدر تقول والله أنا هذه وظيفة ما تجوز لي, أو هذه وظيفة لا, هذه وظيفة مع معاش جيد. نعم. لازم تجوز لك, يعني مالك خير. طويل العمر أنت الآن مجبل على الحياة,
فما بشرط يا أخي أنت تتوظف على طول صح. يعني تأخذ راتب 100,000 اجتهد يا أخي اجتهد وترقى مثل اللي ترقى ولي قبلك الآن. دائما في مثل قديم يقولون لنا إياه اركب الهزيلة اللي تحصل السمين. عندنا المشكلة في ناس يبون يركبون السمينة مرة واحدة شوي شوي خالي ما يعرف الهزيلة ما يعرف يركب. هذه المشكلة أنت إذا ما عرفت الهزيلة صعب إنك توصل للزمان اللي عندنا. يعني تخيل خل اللي كده هني يعني شغلة الغوص مو بسيطة. تراك أنت تغوص من يطلع من الفجر من تطلع الشمس لين تسلم الشمس وأنت تغوص في البحر أكل ما شيء يوع وبعدين الحاصل شو الحاصل شيء بسيط يدوب شيء يسد يعني مثل ما تقول يسد انك تاكل نعم. في اهلك بس. وتعين وتعين بيتك فيه نعم. اليوم صارت الامور شوي يطلع البترول في بعض الاماكن تغربوا سافروا في نعم. ناس ما يجون لاجازه نعم. تعرف ليش نعم. يقول لك ما بيجي لاجازه لان بخسر بوفر الفلوس بطرش حق اهلي ورغم هذا كله الحمد لله رب العالمين زوجها وسوى بيوت وكون اسر نعم. ولا حد اعطاهم درهم ابدا الان الحمد لله رب العالمين الحين بالنسبه لهذيلاك اصبحنا وين رفاه نحن في رفاه الحمد لله ولكن للرفاه طويل العمر ضريبة أن خلقت أجيال دائما تعتمد على الغير دائما تعتمد على الأب والأم دائما تعتمد وهذه اللي نشوفها من مشاكل الطلاق براشد ما شاء الله عليكم باع في هذا الابن المجال. متى أقبل على الزواج الأبوين ما يلسون هي يقولون له هذه حياتك تبنيها أنت وأصبح الزواج مثل لعبة عندي عادي بطلق عادي شو يعني مشكلة أنا زوجت أبوي دفع إنزين بعدين بطلق فهذه مشكلة يعني فما في توعية للبنت ما في توعية للمهام أو المسؤوليات للأسرة طويل العمر برنامج كفالة الأطفال مجهولي لأبوي نعم وكيفية كفالتهم والله يا أبو راشد يعني أو تبني ما عندنا الحين هو الكفالة نحن كفالة. نعمل الكفالة إيه الكفالة مثل ما بنسجل بس وهذا عندنا الحين ما عندنا كفالة إني أنا أكفل هذا المجهول أو هذا اللي نعم. طلعنا حقيقة ببرنامج للاهتمام بهذه الشريحة وحقيقة يعني نحاول أن ما يكون المجتمع للنظرة دنيوية لهذا الشخص لأن هذا الطفل طلع للحياة ليس بذنبه ليس له ذنب لا حول ولا قوة في لا تحمله أخطاء الغير يعني منخط فالحمد لله حتى دستور دولتنا حمى هذا الطفل متى ما تأكدت الدوائر المسؤولة أن هذا الطفل مجهول الأبوين أصبح لها الحق في أخذ جنسية الإمارات أول ما ابتدينا نحن الموضوع ونقل إلينا فلسفتنا أن هذا الطفل لازم يكون مع أسرة مواطنة قادرة على حمايته قادرة على المعيشة قادرة على تطوير هذا الطفل نعم. والاهتمام فيه ما يصير عندهم ويدمار ويطلع نعم أو يشير ما يقدرون أو يعاملونه معاملة غير يعاملون العيال بصفة أنه والله هذا لقيط لا ما في لازم يعاملونك واحد من نعم. أفراد الأسرة نعم. نعم والحمد لله أبو راشد يعني نجحتوا في هذا أعلننا عنها ولا عندنا طفل موجود الحين كم عددهم؟ عندنا أسر كم عددهم تقريبا شوف نحن يعني على متوسط يمكن يكون عندنا 20 طفل في السنة إذا تكلم ما في عندنا ترى العدد ليس مخيف وليس هذا بس وللحمد لله يعني الأسر اللي هي تقدمت نعم. لكفالة الأطفال عندنا حوالي فوق 70 أسرة موجودة بعدها تتابعونهم خالي بعدين دائما هذه مسؤوليتنا حتى لو كفالة الأسرة نعم. يعني ما خلاص أنا كفلت وخلاص لا ظلون تتابعوني أنا نتابعه نعم. بداية كيفية الطفل وما هي أصلا حتى الأسرة تمر باختبارات نفسية مالية اجتماعية هاي كل الاختبارات أنت تبع لازم يشوفك طبيب نفساني أبا أعرفك أنت منو نعم صحيح أبا أعرف أن هذا الطفل تكون في بيئة نعم في نعم. بيئة تكون مستقرة نعم. آمنة نعم. ما لها شوائب ما لها مشاكل وبعدين عندنا من الخوات المسؤولات عن